اهلا بيك ومعانا بطلات النادي الاهلي وحضرتك. كنا لسه بنتكلم على الدور المهم بالنسبه للمدير الفني، وانا في اعتقادي المدير الفني في اللعبات كلها بيبقى عليه دور مهم جدا، هو الحاله المعنويه للفرقه. وحضرتك توليت المسؤوليه، يمكن كان امنيه بتتكلم كان هم خلاص يعني في حاله معنويه صعبه جدا، لكن انت رجعت طموح تاني رغم ان كان فارق بعيد قوي، رجعت الطموح لبناتنا وهم حسوا بده وبداتوا تحاربوا على الوصول يعني لحاجه صعبه، لكن وصلت لها بشكل جيد جدا ولغايه ما حتى كان في مباراه فاصله على الفوز بالبطوله. طبعا يا كابتن هاني، طبعا الحمد لله، طبعا انا جيت في ظروف صعبه جدا وكان دروب النادي الاهلي وعمره ما حصل بقاله سنين كتير جدا. صحيح. انا جيت طبعا ان انا جاي من فريق الدرجه الاولى اولاد، ان انا اجي لفريق السيدات عموما النادي الاهلي، فكانت عمليه صعبه جدا وكان عندي طموح جدا ان انا كان قدامي تحدي كبير قوي ان انا ارجع بالفريق للاول خالص. فالحمد لله ربنا كرمني وان انا اتعامل معاهم واتكلم معاهم والبطوله لسه ما خلصتش. وكان قدامنا هدف ان شاء الله هو اول بطوله ان شاء الله، وقعدنا نحارب واكلمهم وازعق فوق شويه والحاجات كلها بحيث ان احنا نشتغل على الموسم وما نضيعش مننا، بس الحمد لله ربنا ما شاء فعل وبدأنا موسم جديد بسيستم جديد الحمد لله. كلمنا يا فندم عن التدعيم الخاص باللاعبة التونسية، يمكن حتى التقرير ذكر سندس، وسندس طبعا يعني وجودها في الفريق كمان اداله شكل. كلمني عن هذا التدعيم. بص حضرتك، هو التدعيم ده كان كنت بشتغل عليه من شهر 3 اللي فات الموسم الجديد، وكان اتكلمت مع وكيل اعمالها اللي هو كان زوجها. نعم. ان انا عايز ادعم اشوف المشاكل اللي عندنا واللي بتواجهنا ايه وعايزين ايه طلباتنا ايه. فان انا اتكلم معاها واتفق معاها، هي لعيبه كويسه جدا عندها خبرات كويسه جدا. صحيح. وطلبت ان هي دي البنت اللي انا عايزها ان هي تقدر تشغل الفريق او تتعامل مع الفريق، وكمان اتعاملت ان هي تكون تونسيه بحيث ان ما تاخدش وقت كبير جدا ان هي تخش جواهم، ان هي بتتكلم طبعا اكيد عربي وهي بنت كويسه، وكمان الفرقه بصراحه من اول يوم احتضنوها واتكلموا معاها وبداوا يخشوا مع بعض، عشان كده ما خدتش وقت كبير جدا ان هي تخش جواهم. يعني الانسجام حصل بسرعه. زي هو زي الكره تقريبا، احنا لما بنجيب حد ويخش وسط الفرقه بسرعه بيبقى عامل اللغه مهم جدا. البوزيشن ايه يا كابتن برضه عشان الناس تعرف يعني مركزها؟ هي بتلعب سنتر اوف يعني بلي ميكر، وعندها خط خلفي يعني هي بلي ميكر، بس ممكن تلعب باك ليفت او باك رايت كمان، فدي عندنا مهمه جدا ان البنت تلعب في اكثر من مركز طبعا. وترى برضه زي كده رقم 10 عندنا قفشه باختراقات وتخش دي بجوان وكده، ولا بلي ميكر توزع بس؟ ساره طبعا ساره لعيبه كويسه جدا جدا جدا، وبصراحه كمان عملت الماتش اول امبارح ماتش الزمالك هايل جدا، ومعايا بقول لها طبعا قدام الناس كلها طبعا هي ما بتزعلش مني ان انا باجي عليها، باجي عليها عشان مصلحتها طبعا، او باجي على الفريق كله عشان مصلحته، ان انا عايزين نكسب، عايزين نرجع امجادنا للاهلي تاني. الفرقه دي اتظلمت كتير، انا بقول لك اتظلمت كتير جدا. فالحمد لله احنا ماشيين بسيستم وهم الحمد لله دخلوا فيه، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوا شكل جديد جدا في فريق السيدات الاهلي ان شاء الله. بيجي عليكي بيعمل ايه كابتن يحيى؟ احكي لي. لا بلاش. لا والله هي مش هي لوحدها بصراحه. انا عايزه انا ضغط عليهم علشان عايزهم بدنيا يعني، ولا يعني ساعات يبقى الجزء البدني او الكلام لا انا كل حاجه بصراحه. لا هو كل حاجه بصراحه، ان انا عايزهم احسن من كده بكتير، ولما يكونوا احسن طبعا دي حاجه كويسه ليا وحاجه كويسه لنادي طبعا. مش اكتر يعني، انا عمري ما ان انا اكون ضد بنت او اي حاجه او اي لعيب، ان انا في المصلحه الاول هي مصلحه اللعيب ومصلحه النادي بس، هي دي النقطه. وانا اللي قلت انا اللي باجي عليها وباجي على البيت بصراحه جامد، وما كانوش متعودين للاسف على حاجه زي كده، فالحمد لله دخلتهم جوه سيستم وبضغط عليهم عشان يبقى عندهم الاحساس ان هم يلعبوا ضغط ضغط دايما من غير ما يخشوا، ان هم كانوا السنين اللي فاتت ان هم كان عندهم ان هم بيكسبوا في اي وقت وحاجه كلها، فطبعا عشان كده حصل لهم الدروب يعني. هو بتقولي هو ايه؟ كنت بتقولي لا هو كابتن يحيى فعلا هو بيجي على اللعيب لما بيبقى عارف ان هو لسه عنده احسن، ان هو لا هيدي احسن. الدلع يعني بمعنى صح.
لا مش دلع، لا لو سمحت يا كابتن يحيى دافع عني. لا اقصد يعني هو عارف امكانياتك اكتر من كده، عارف ان انت عندك اكتر، فلا هيدوس لحد ما هتطلع، يعني هتطلع بيشتغل على الناحيه الناحيه دي كويس جدا. حضرتك الطبيعي، الطبيعي بتاع اي مدرب ازاي امتى يشد على اللعيب وامتى يرخي عليه وامتى يطلع منه القوه الانفجاريه بتاعته في المهاره او في البدني او الكلام ده كله. فاكيد المدرب بيبقى عشان توصل للمكان اللي انت تبقى مدرب مدير فني لازم يكون عندك الشغل ده، ان انت تقدر تتعامل مع اللاعبات او اللاعبين بشكل كويس. بس ازاي تعملها او التوقيت ايه؟ أيوة. امتى تشد على اللعيب وامتى تقله عشان يقدر يلعب يكون مستريح نفسيا. دكتور كابتن يحيى، بكره ان شاء الله في ماتش مهم جدا مع الجزيره، اكيد في تعليمات، انا عارفه ان انت اديت لهم تعليمات قبل ما يدخلوا الفقره دي. قول لنا ابرز التعليمات اللي اديتها للفريق. بص حضرتك النهارده كان التمرين بالظبط كان ساعه وربع ساعه، بس يعني جايين من النهارده اشتغلنا النهارده على نقط القوه ونقط الضعف اللي هي الجزيره، وازاي هنلعب بالطريقه ازاي، وازاي هنقدر نوقف هجومهم، وازاي نوقف او نلعب عليهم ازاي. ان شاء الله الفريق انا عندي ثقه فيه كبيره جدا جدا من كلهم، وان شاء الله في تحسن ان شاء الله، وهتكونوا شايفين الكلام ده ان شاء الله مع الماتشات الجايه ان شاء الله. في تعليمات، انا اسف يا كابتن، في تعليمات اكيد خاصه منك كابتن يحيى لحارس المرمى، صح؟ بتكون تعليمات خاصه، تعليمات مختلفه، اقصد امنيه. بص حضرتك، هو الاول في كابتن صلاح هو مدرب حراس مرمى معايا. نعم. ماشي. فاكيد بقى في بيني وبينه كلام ان لازم هنشتغل على الكلام ده اصلا، اذا كانت مثلا عايزين نشتغل مثلا الحته دي عنده 100 عايزين نزودها شويه، عايزين نضغط عليها في الحته دي، عايزين ان هي تتمرن كتير عليها وتشوف العيوب اللي عندها ايه وتشتغل عليها. ميزه امنيه ان هي نوع اللعيبه اللي بتبقى مصره جدا على ان هي تبقى في منظر كويس شكل كويس، حتى لما تكون ممكن الماتش ده مش موفقه بتلوم نفسها، ودي حاجه مفيده جدا لاي لعيب ان هو يلوم نفسه ويشتغل على نفسه عشان يبقى يظهر بصوره كويسه في الماتشات اللي بعدها. ده مهم يا كابتن، وعايز اكلم حضرتك من نقطه مختلفه شويه. يمكن امنيه اول ما قالت ان الكابتن اول ما مسكنا قال لنا احنا لازم تظهروا بشكل متغير شويه، شكل مختلف شويه. اعرف من حضرتك الشكل المختلف ده ما بين قوسين عامل ازاي، وكمان تقول لي احنا عارفين فرقه الشمس من الفرق القويه، لكن ايه كمان الفرق اللي ممكن خلال السيزون عاملين حسابها بشكل كويس، الفرق القويه في الدوري واللي انت يعني عامل حسابها خلال مشوارك في الدوري؟ بص حضرتك، انا الطبيعي علشان اي مدرب لازم يكون ليه سيستم معين بيشتغل بيه، كل مدرب ليه طريقته، وشوف اللي هو نقط الضعف ونقط القوه اللي عنده اصلا وبيشتغل عليها، او نقط العيوب اللي عنده وبيشتغل عليها. ان انا ادخل الفرقه كلها في سيستم معين يشتغلوا عليه، لازم يكون اللعيب حتى وهو بيلعب يكون مستمتع عشان يبقى ليه شكل جمالي وهو بيلعب. يعني حضرتك لما تقول مثلا الله اللعبه دي حلوه، لازم بتبقى داخل في تكتيك مثلا، او داخل في شغل فني انت حضرتك بتعمله، فالحاجه دي بتظهر بصوره كويسه غير لما تكون بلعب عشوائي. يعني للاسف هو جزء في الفريق كان بيلعب عشوائي، وانا ما بحبش ان الفريق يلعب عشوائي، هي دي كانت النقطه. طبعا بالنسبه للفرق، احنا عندنا فرق دلوقتي الهاندبول السيدات السنه دي بصراحه كل فرقه دعمت من انديه ثانيه، او احنا مثلا جبنا لعيبه مختلفه، رجعنا مثلا غادة حسام من حارس المرمى، بعتمد على الناشئات اللي هو مواليد 2002، عندي اربع خمس بنات بصعدهم من فريق الشابات، وده لصالح النادي وصالح ابناء النادي ان هم يخشوا بيندمجوا مثلا مع لعيبات الخبرات مثلا زي غاده، زي ساره، زي اميه، زي نصره، زي موني. طبعا عشان كده اصلا عندنا اصرار ان احنا نعمل موسم جيد، وان شاء الله يبقى عندنا على الثلاث بطولات ان شاء الله. موري امنيه طبعا، صح؟ ده العيب موري. كل التوفيق فيك نيم، لكن يعني انا بقول كمان يعني المستويات، هل مستويات مثلا بتتكلم على الشمس، سبورتنج، الجزيره، سموحه، اعتقد دول من الانديه اعتقد انديه كويسه على المستوى. بص حضرتك في ثمان انديه في من الفرق دي كلها فرق محترمه، سكايت الجزيره والمعادي وسبورتنج وسموحه
والشمس والفرق دي كلها فرق كويسه. طبعا الزمالك طبعا طور من نفسه كتير، هي 8 فرق بتلعب حد كلها، بس في 4 فرق بيبقوا جامدين عليهم، جامدين شويه. طبعا الحمد لله ان احنا من ضمنهم، ان احنا اصلا اوريدي احنا ابطال سيدات على مدار سنين كتير جدا، لاكثر من 25 سنه يعني. اكيد المنافسه هتكون قويه، فان شاء الله انا عايز البنات يكون عندهم الروح وعندهم الاصرار ان احنا قدامنا هدف. احنا اتكلمنا من اول الموسم ان احنا قدامنا هدف واحد، ان احنا نحصل البطولات ونرفع الدوري ونرفع الكاس ان شاء الله. بعد نهايه الدوري يا كابتن، في اول 4 فرق هتوصل لنهائي السوبر، مين تفتكر هيواجه الاهلي في النهائي ان شاء الله؟ بص حضرتك، هقول لك حاجه. الدوري ده رايح جاي. طب. ماشي. من دورين هيختاروا اول 4 فرق، بس في حاجه ثانيه، في فريق مرتبط مواليد 2004، نتائج 2004 دي هتدي نقط معينه للفريق الاول. مثلا احنا عندنا كنادي اهلي مثلا مواليد 2004 كسبنا مثلا بطوله الدوري 2004 واحنا الاول، فبناخد صاعدين للبطوله السوبر دي ب4 نقط. الثاني في 2004 بيدي نقط، قصدي ان هو بيدي نقط اضافيه للفريق الاول عشان ما يخش يبقى في فرق بين الفرق اللي كسبان 2004 تديله نقط الفريق الاول. بس برضه بحكم متابعتك، مين الاقرب للوصول للنهائي؟ بص حضرتك حاجه، بنسبه كبيره جدا اول حاجه احنا في اهلي وشمس فرقتين كويسين جدا محترمتين بصراحه. في سبورتنج ممكن يخش في الموضوع، ممكن سموحه يخش في الموضوع. ممكن في 4 فرق او 5 فرق بيخشوا، 5 فرق بيخشوا في الموضوع ان هم يخشوا من الاربعه. كانت معادي، جزيره، الزمالك، سموحه، يخشوا في الفرق دي ان هو يخش من الاربعه. بس الاربع فرق دولت او الثمان فرق كلهم بنفس ان هم يخشوا من الاربعه، وكل الانديه زي المعادي والجديده ان هم يخشوا بين، او الزمالك ان هو يخش من الاربعه، ده بيبقى بالنسبه لهم انجاز كبير جدا. اما احنا بالنسبه لنا كهدف هو الاول. اكيد دايما على مستوى كل اللاعبات في النادي الاهلي هو الهدف هو البطوله، والهدف انك تبقى دايما البطل، وده الاول في كل اللاعبات ده، يعني مش في كره القدم بس، في كل اللاعبات. وانا شايف ان الطموح، حضرتك بدات تراجع الطموح تاني، يعني 25 سنه بطولات وبعدين في دروب دوت، دي بتبقى عمليه كمان انا شايفها يعني ممكن تكون يعني وارد جدا، وارد جدا ان السنه دي تقع منهم، لكن من خلال عينيهم شايف وانت بتتكلم يا كابتن ان هم لا، يعني هم ماشيين في نفس الخط، نفس الحماسه اللي حضرتك بتتكلم بيها، نفس كمان الاصرار ان هم كمان يرجعوا البطولات للنادي الاهلي. بص حضرتك، انت كنت لعيب كبير وكنت محترف، فعارف ان المدرب عليه عامل اساسي وكبير جدا ان هو يدخل اللعيبه في وسط منظومه عشان تنجح. انت حضرتك كمدرب بتشتغل ليك هدف معين بتشتغل عليه، هو الاول. النادي الاهلي معودنا طول عمره هو الاول بس. صحيح. دي حاجه ميزه على فكره، ان الولد الصغير من اول ما يدخل منظومه اللعبه في اي لعبه ان هو قدامه هو هدف هو الاول بس. واحنا قلنا من اول موسم هو هدفنا هو الاول بس، النادي الاهلي ما بيعرفش غير الاول، الثاني زي الاخير بالنسبه له. صحيح. وانا موصل الموضوع ده للاعيبات كلهم وهم عارفين الكلام ده كويس، عشان كده انا ضاغط عليهم لمصلحتهم، بس هم عارفين حاجه زي كده، والحمد لله ان هم دخلوا في السيستم وان هم ماشيين عليه، وان شاء الله الافضل في الايام الجايه ان شاء الله دي. بثلاث ساعات تدريب صح في اليوم يا كابتن يحيى؟ لا، هو مش موضوع 3 ساعات، هو موضوع ان انا ممكن عشان في لعبات موظفات، فطبعا الوحده لما تكون فيها جيم لازم يكون مثلا من ساعتين ونص لثلاثه، من ساعه جيم وساعتين هاند بول او ساعه ونص هاند بول، هم عارفين حاجه كده والكلام ده. طب ده كتير يا كابتن يحيى، وبعدين على بنات يعني هيبقى. قالت لي بس انا ما عنديش بنات، انا عندي رجاله. يا حبيبي صح صح. والله العظيم صح. لا يعني انا يعني من الاخر، لا من واضح، من الواضح كمان ان بصوا المدربين شخصيات، في شخصيه وانتوا اكيد عارفين الكلام ده من خلال طبعا متابعتكم والمدربين كره اليد وكره يعني ما بتفرقش كتير عن كره القدم في شخصيات المدرب. في مدرب بيبقى عنده سيستم ونظام بيحب يطبقه حتى على المستوى البدني، هتلاقي التمرين اطول شويه، هتلاقي البدني اطول شويه، في مدرب تاني تلاقي الفني اكتر شويه. فاعتقادي لهذا الحماس من كابتن يحيى وانتوا كمان الاستجابه الاستعداد دي هتلاقوا فرحتكم، انتوا هتفتكروا التعب ده بتاع هتفتكروا مع اول بطوله، يعني التعب ده كله هيروح. فانا طبعا بحييك طبعا يا كابتن على الروح ديت، لان واضح جدا روح الاصرار
طبعا هم من التمرين مش قادرين يتكلموا، بس احنا هنطلع منهم الكلام. عايزين نعرف منهم طبعا كان في مواجهه اول امبارح كانت بينهم بين الزمالك، كانت مواجهه قويه جدا، هنعرف تفاصيلها منكم. بس بعد طبعا ما نشكر كابتن يحيى يوسف. كابتن يحيى بنشكرك، وعارفين ان انت مش بتيجي عليهم، انت هدفك في الاخر، وهم اكيد فاهمين ده، ان انت توصل بيهم للنجاح. هو ده عين النادي الاهلي، عين النادي الاهلي دايما على النجاح، دايما على رقم واحد. شكرا ليك يا كابتن يحيى. ميرسي جدا. شكرا ليك. شكرا. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. مع السلامه.